بعد على قراية قرآن، على قراية قرآن مثل ما شفتي، وهالولادة بتجمعوا وبيسمعوا قراية القرآن هاي كل سنة برمضان، مستمرين عليها. أنا بختم القرآن مرتين أو ثلاثة برمضان، بنقعد على قراية قرآن لوقت اللي بيأذن صلاة الظهر، من أم نتوضى منصلي منروح منجيب أغراضنا ومنعمل ومنشوف شو بدنا نعمل الفطور. نحن برمضان في عنا كتير عادات نحاول ما نتخلى عنها شو ما صار، مثل طبخات معينة بنطبخها برمضان، بنسكب يعني من الطبخة للجيران، مثلا بنسهر بعد الفطور عند جاراتنا عند رفقاتنا، هيك شغلات يعني هالعادات نحب ما نتخلى عنها نهائي. التجمع العائلي هذا الشيء يعني كان يعني موجود عنا بسوريا، انه بعد ما اجينا لهون ابتعدنا عن اهلنا عن اقاربنا عن كل شيء. عندي اولاد، بحاول انه انا اعمل جوله لاولادي برمضان، يعني بتعرفي مشروبات رمضان اكلات رمضان كلها لازم تكون موجوده، يعني بنعمل قدر المستطاع انه نامن هالشيء، لانه الولد بيسال بيقول لك انه ليش ماما برمضان ما جبتي هيك، ليه ما عملتي هيك. وضعنا صعب كونه انا زوجي مصاب حرب ما بيقدر يشتغل، وعندي اربع اولاد، عندي طفله صغيره بتشتغل على الطريق كرمال امن لهم. اهم شيء تياب العيد، تياب العيد الولد من هلا عم يقول لي بدي تياب بدي تياب، بدنا نعرف منين نجيب له تياب. قد ما فيني عم بشتغل وبنتي عم تشتغل بحاول امن هذا الشيء.